حلقتنا اليوم حنحكي عن مرض السكري مع الصيام، سواء كنتوا من مرضى السكري النوع الأول أو النوع الثاني، إحنا بننصحكم إنكم تراجعوا أخصائيين الغدد اللي أنتوا عم بتراجعوهم عشان تتأكدوا إذا مسموح لكم تصوموا أو عندكم القدرة بالصيام بهذا الشهر الكريم. مشان هيك إذا أنتوا أخذتوا الصلاحية إنه أنتوا تقدروا تصوموا، رح أعطيكم شوية نصائح تقدروا تلتزموا فيها عشان نضمن إنه ما ينزل عندنا السكر بالجسم، بنفس الوقت نضلنا مصحصحين وشبعانين خلال اليوم. أول إشي بدنا نعمله بدنا نقسم وجبة الفطور لوجبات متعددة صغيرة. أول وجبة بدنا ناكلها التمر مع الشوربة والسلطة وشوي من الكربوهيدرات، بعدها بساعة لساعتين بدنا نرجع ناكل وجبة تانية اللي هي عبارة عن الكربوهيدرات المعقدة مع البروتينات، يعني مع كرونة أو رز مع اللحمة أو الدجاج أو السمك اللي موجود فيه عنا، وبعدها بده يجي وقت التحلاية. طب يا مش بصير ناكل تحلاية هلأ الصيف؟ بصير ناكل فواكه؟ طبعا بصير تاكله، هي النقطة بالكميات اللي احنا بدنا ناكلها أكتر من قدين النوعية اللي احنا بدنا نعملها. يعني إيش الفواكه اللي إحنا مسموحنا كلها؟ مسموح لكم تاكلوا 3 حصص من الفواكه يومياً. الحصة تعادل حبة تمر، كاسة ونص من مكعبات البطيخ أو كاسة من مكعبات الشمام. طيب عنب وكرز بصير ناكل؟ طبعاً بصير تاكلوا. الكرز مسموح تاكله 17 حبة والعنب مسموح تاكله 12 حبة. القطايف المهلبية، كل هذه الأكلات والرز بحليب بصير تاكلوها، بس ما نضمن إنه حاطين جبنة قليلة الدسم، الجوز ما نحط معاه كمية كبيرة من السكر، ونفس الوقت نشويها ما نقليها. ركزوا على شربكم للمي، قيسوا نسبة السكر عندكم بالجسم خلال اليوم عشان لا سمح الله إذا نزل أو علي نقدر ناخذ الإجراءات اللازمة. ديروا بالكم على صحتكم ورمضان كريم عليكم.